أول أسئلتي هذه الحلقة رسالة من المستمعة تقول: أختكم في الله نون عين الجهني من المدينة المنورة لها عدد من الأسئلة، تقول في أولها: هل هناك دعاء خاص بليلة القدر؟ وإذا كان لها دعاء خاص فما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن ليلة القدر ليلة مباركة، ليلة عظيمة، وهي خير من 1000 شهر، فيستحب للمسلم الاجتهاد فيها بالعبادة من الصلاة والدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن، قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالدعاء بالخصوص في هذه الليلة له مزية، فيكثر الإنسان من الدعاء. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكثر الإنسان من هذا الدعاء، ويزيد عليه ما شاء الله، نعم، في صلاته وفي دعائه خارج الصلاة في تلك الليلة، يجتهد في الدعاء، نعم.